أهلا الأصدقاء ديالي، نتمنى تكونوا مزيان في أحسن الأحوال. اليوم شريت البابوش كنت داري عليه ضمون فوق ما نمشي، واحد المرة كتحط في الطريق ما كنلقاهاش، كيحطو في داك السوق ديال بحال ديالنا اللي كيحطو في الأرض، كيحطوهم غير السيمانة السيمانة. هو حرام راه بغا يفرط. هذا هو البابوش، شريتو دابا غسلتو، يعني غاسلاه وني دايره سميتها كيشفني، واخا هكاك ولكن عزيز عليا خصني ناكلو، واش غادي ندير؟ وكيشفني كنطيبو ولا مكرميه مشكلة. ايوا نكبرو ونرميو، واش غادي ندير؟ لي من عشاق ديال ببوش انتي كاراكولي وصافي خنتي كاراكولي. ولكن يعجبني مي كنديرها زعما على يديا، عجبني. وكنمشي لوجدة كناكلو عند وحدي في المدينة، كيكون هو وباه زعما عندو البوبوش فن. دابا درت القدرة فيها العشوب وباش نرمي في البوبوش. خصو تايرك عارف، خصو الماء يسخن مزيان مزيان، والناس راه كتعرف كدير بوبوش، ولكن كنوريكم غير الطريقة ديالي وصافي. الروتين ديال الدار، درت عرق السوس ورميت فيه قشور التين، هادشي راني مجداتو قبل ديراتو، مجدة العشوب ديال بوبوش. البوبوش ما كانش هنا، هاد المراه كنلقاها غير صدفه وصافي. شفتات ما كتجيبوش، واخا كتجيب شي حوايج تشري تبيع الليمون التشين، ولكن شفتات ما تجيبش، كتعرف البوبوش من يكون وصافي. يعني هو هي اللي كنشري عليها الوحيده هنا اللي كتجيب البوبوش. ايوا الا جابت هي ناكلو، ما جبتو كعرف الريستورات كي دايرين البوبوش هنا، يطيبوه جايف ولا دير سوبر كيكون يعني مسلوق وتبيعه. داكشي ما نشريش البوبوش لما كليتهش هو حي، غادي يمشي يهرب لي داك البوبوش. واحد المره كنت شريتو سرح لي في الدار كامل باش ندير عليه الثقل، ما درتش عليه الثقل وسرح لي. كانت عندي الدار فيها الكنايه كارينها، كانت فيها البيض والخضر وبالوه بحال البنتوره، بالو داك الشيء بحال ما عرفتش جبه ولا كلشي سرح لي، خلاني في الصباح ما قديتش ثاني الزو، خفت قيبل لي بحال بعوش. المهم درنا شويه قشول التين، كسميته الزعتر، زرعت القزبر، كل واحد واش كيبغي يدير. واه الزعتر قلت كان شي حبيبات ديال الكمون، لقيتهم في واحد القرعه، يعني لقيتهم في واحد القرعه هكا، هذيك شتي هذه شعره ديال البوبوش، ولكن ما داري فيها القليطه بزاف. زرعت القزبر الكمون صافي، هذا الشيء اللي دايرين في هذه اللي لقيتها، ولكن شفت شي كنت موجداته. وهذه ديال سيدنا موسى، وهادو شريتهم من المغرب. فيه قشوح قطر ما ندالي، هادو شريتهم عند العطار، قلت له عطيني ما شلبان، قلت له عطيني عشوب ديال البوبوش وهو يعطيني هادشي. ما عارف شنو فيه، فيه فليون، فيه القلياطة، فيه قشور رمان، فيه قشور رمان، فيه يعني كل حوايج صافي. وهادشي اللي درتو. النولخة ما عارف واش دارها لي، حيت شريتها في المغرب وجيت كنت مشيت مع رمضان ولقيتهم سادين البوبوش اللي كيبيعوا، يعني بجهه القزاره اللي يعرف وجده تما البوبوش، ولكن كانوا سادين مع رمضان، عيط نمشي والو. مشيت شريت داك بوبوش صغير وتحطوه نسى برا، ولكن وين البوبوش هرب؟ يا ناري البوبوش مشى. اللي هي في الحضره والبوبوش، والبوبوش فرط والله. ايوا أيوة، المهم بين لكم التالي، كلشي الناس كيعرفوا يديروا بوبوش، ولكن ماشي كيعطيهم الخاطر ديالهم يطيبوه، فهمت؟ كيشفهم كلما كيطيبوش واخا كيعجبهم ما كيقدروش يرموه في الماء، هذا هو المشكل ديالو كيشف. يلا تنوريكم النهائي كي جا داك الطبق وصافي، غادي نخليه حتى الليل. اليوم تلهيت وما طيبتوش مع الغدا، اليوم ناكلو حتى الليل ان شاء الله. يلا تهلاو فراسكم، تنوريكم الفيديو التالي كي جا ديال بوبوش، ونوريكم دابا راني خليته دابا راه مات، ولكن خصكم الماء تخليوه مزيان 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 مزيان. بحال ملي كتذبحوا شي حولي خصك تعرفوا له الذبيحه ديالو، يعني خصو مسكين باش ما يتعذبش، ملي يترمى في ديك الماء سخون حتى يغلى مزيان مع داك العشوب وعاد رميو البوبوش، حقاش باش يمد دغيا ضربه وحده ما يبقاش عاد الماء عاد سخون شويه بقى مسكين تما، يعني تكون حتى حلال، يعني الذبيحه كما كيفها كيف الخطيه تكبري وبنادم يرميه. وصافي دابا غادي نخليه كياخذ الوقت، ولكن في الاول بنادم من يرميه خصو يقابلو، لان كيرمي واحد الكشكوشه ديالو اللي كتخليه يفيض راه فاضلي كامل،
ولكن كنكون حداه باش ما يفيضليش. ونقصت شويه الماء ديالو لان كان بزاف، ولكن راه في الساعه كينشف يعني الماء كنخليه ما نرميش، الا نشف ليه غادي نرجع داك الماء ديالو المثال العشوب ديالو نرجع ونخليه كيشد الوقت وتخليه دابا شي جوج سوايع ولا ثلاثه. معنا ما دارتوش، ما عادش ندير الكوكوط، غادير هاد ديال الكوكوط ولكن ما كنخاف ما كنبغيش نبلعها، خليها كيطيب على خاطرو وصافي. يلا تالي نوريكم كيجا. المهم هذا هو البوبوش، نسيت البارح بكثره ما يعجبني شديته وكليته وما صورتش، ودابا اللي درته في السوبيره درته في فريجيدا نيفيلا، درته في فريجيدا وكل مره نبقى نسخن شويه، ودرت واحد السوبيره ثاني صغيره كل مره نبقى نسخن شويه. ايوا نسيت البارح حطيتهم في الزلايف وكل شيء ولكن كليته ونسيت ما صورتش. يلا تهلا فراسكم، راه فيه الروا لتحت، راه فيه الروا غير راه واخاش قلت لك دايره قدره ديال الروا ونشف كينشف، وما تيقوش في العين في الاول كيبقى يفيض وكلشي تقولوا له صافي يعني راه الماء بزاف، ولكن هو كيطلق داك البشبوشه ديالو كيطلق داك الرغوه ديالو بحال الصابون كيطلع. يلا تهلا فراسكم ولي من عشاق الببوش. حقك في الجنه. يلا تهلا وسلامه.